وكالة بلومبرج الدولية تصف العراق بالساحة الخلفية لإيران، وتكشف عن تصدير إيران لمحصول الطماطم إلى العراق بقيمة 1,660,000,000 دولار أمريكي خلال عام 2017 فقط. مزارعو البصرة بدورهم قالوا إن الاقتصاد العراقي بيد إيران، ومحصول الطماطم المحلي تم تدميره بسبب المنتج الإيراني المستورد. فلنشاهد. احنا المنتوج الإيراني جاي يضرنا، لان بيش ما جاي نحمل نوصل طماطم البغدادي يبيعون جوانا. اقتصادنا صار بيد ايران. قبل فتره ايران شحت عندهم الطماطم سدوها علينا. وكلكم عندكم علم بيها والدوله عندها علم بيها. بس قل منتوجهم سدوا الحدود علينا، هسه صار عندهم فايض فتحوا العدود علينا. يعني احنا صار تحكمنا بيد ايران. ايران عندها زرعت الطين توكلنا، ما عندها تقتلنا الجوع. يعني هسه المفروض الدوله من صارت هذه الازمه المفروض تنتبه للفلاح. لان شافت ايران من سدت الحدود بيش وصل كيلو طماطم 3000 دينار. من احنا هسه اقتصادنا وهاي لقمتنا بيد ايران. ايران تجوع شبعنا، تريد تجوعنا تجوعنا. وعليكم السلام. الشمال شنو تاثير عليه؟ الشمال بعد اخوك، الشمال هو ما يلتزم بالاوامر كحكومه مركزيه منافذ. ايران بكيفه يفتح الحدود بكيفه. هسه ايران مفتوحه من فيروس خان وجاي يطب علينا الطماطم. سيح من هنا جاي تعدى على الصفر على السيطرات عادي.